المقابلة دي عادة بيحصل فيها ايه؟ يعني نوعية الأسئلة بتكون عن ايه؟ هل هي خطة؟ هل هي الشغل اللي هيعمله مع فرق الشباب؟ الأسئلة بتبقى ايه في المقابلة الشخصية عادة؟ هذا أمر هام. كنت على مدى عقدين من الزمان كنت أقوم بعمل وإجراء مقابلات للعديد من المديرين والمدربين. من المهم أن تكون واضحا ويكون لديك توقعات في المدير الفني أو المدرب الذي تسعى لاختياره. يجب أن تقارن ما الدور الذي سيقومون به وكيفية تعاملهم مع اللاعبين وما هي نوعية اللاعبين الذين سيقومون بالاعتناء بهم. ما هي الخطط وما هي البرامج التي سيتم تبنيها في حال تجميع الفريق القومي مع بعضه البعض؟ عادة هم لا يكونون مع بعضهم بشكل دائم، ولكن يجب أن يكون هناك خطط وتكون هناك برامج معدة سلفا لتبنيها للتعامل وتدريب الفريق بشكل عام وبشكل مجتمع. وأيضا يجب أن ننظر في البرامج التي يسعون من خلالها لدعم وتطوير أداء اللاعبين في الأعمار المختلفة، أعمار 19 والـ20 والـ21. وكيف ستكون علاقتهم بالاتحاد وكذلك الأندية الأخرى؟ وكذلك علاقتهم باللاعبين، لأنه يجب أن يكون هناك علاقة قوية وجيدة جدا معهم. أدريان بيفينكتون المدير السابق للاتحاد الإنجليزي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.